صاروا لي خاطر من جوا زعلانه جوا نيتي زعلانه ما في شيء بقى بعيني زعلانه زعلانه على البلد زعلانه كيف عم نعيش انا عايشه هذا بيت اهلي هون اهلي توفوا وكان شغلي كله هون انا كنت اعمل مانيكير وعندي زباين كتير مش واحده واثنين سنين زباين يعني زباين لليوم عم يبكوا علي بيقولوا لي دعانك دعانك يا انولا ما بتقدر تشتغلي لنا كنت اعمل مانيكير بيديكير طبي مش فانتزي طبي يعني اللي ما بيقدر يمشي ضفروا منه ما في حياه كل هيدا كان شغله انا ما كنت عايزه حدا انا سيارتي وين بدي بروح بيجي عند سيارتي تحت مني كانت راحت السياره راح كل شيء قمت من هون رايحه على المطبخ هون المطبخ هون وطلع الانفجار عملت انا هيك ايدي عليت ايدي هون كان عندي كل صحون مسحون كله بالهدول وقعوا كله على راسي جرحت تحت ايدي هون جرحت حسيت شي بعيني نزل كمشت عيني هيك فاتت من الازاز هون عمل بخش هون كبير تبع المطبخ انفجر بوقت الانفجار ورجع علي انا واقفه هون رجع الازاز من هون اجى علي الازاز كله تليت ازاز راسي ايدي منيح ورقبتي هيدي كانت اوضه شغلي كانت تقعد زبونتي هون يحضروا تلفزيون مسلسلات هون وانا اشتغلهم بهيدا العده كلها هون كان هون منه كوزي هيك تيجي الوحده تفتكر انه قاعد ببيتها من هون تقطبوا لي اياها هاي ثلاث شقف كانت عم بتقلي هلا العين هاي جوا هيك بس ما فيها ما في ما فيها مي خي عم بيساعدني بالادويه مليونين في شغلات ما بلاقيهم هون عم يعطونا مثل ومثل وبعرف شو عم ينتزع حياتي عم بيبعث لي الادويه هو مع الناس اللي بتجي انا عشت الايام الارستقراطيه وعشت الحرب الاهليه وعشت هلا الطفرانيه ان شاء الله العداله ليك اذا ما في عداله بالبلد ما راح يصير شيء اذا العداله مشيت صار في عدالة بيمشي